Guten Tag, mein Schüler und Schülerinnen. مساء الخير أعزائي الطلبة والطالبات، طلبات الثانوية العامة اللغة الألمانية. النهاردة تمام هنبتدي درس جديد، خطوة جديدة في ليكتيون في غتسين، درس 14 اللي احنا بقالنا تمام حصتين ثلاثة شغالين فيه، وإن شاء الله أوشكنا إن احنا ننتهي ونبتدي إن شاء الله البيدر هو المراجعة بتاعتنا. ده الهاوس أوف جابن تمام اللي احنا أخدناه الأسبوع اللي فات، لأن احنا اشتغلنا درس مهم جدا الأسبوع اللي فات واتعلمنا منه حاجات كتيرة، وعرفنا ان هي جمل كتيرة مهمة بتيجي منه في الامتحانات. وكان هير ياسر تمام اشتغل معانا وعرض لنا الهاوس اوف جابر دي، والجمل دي كانت من امتحانات السنة اللي فاتت، وقلنا تمام هنفكر فيها ونحلها وان شاء الله تمام نصححها مع بعض النهاردة. تعالوا نشوف نمر 1 بيقول لنا ايه. بيقول لي اندرو كينز دو هيرن انتون اون زاين فغاو. Das ist eine Frage. رد عليه وقال له Ich lade Noat und seine Familie heute zum Essen ein. Peter قال له Ja, ich kenne die ganze Familie sehr gut. أعتقد إن إحنا اتناقشنا فيها المرة اللي فاتت وإديناكوا فرصة عشان تحلوها وإنتوا شاطرين، وقلنا ان انا لازم اركز كويس قوي تمام في الجمل وافهمها حلو قوي، لان احنا جمل الجرامر دلوقتي بقت فعلا بتجيلنا شبه ميني ديالوج صغنن كده، فانا لازم اركز وافهم تمام انا بتكلم على مين، ويا ترى اللي انا بتكلم عليه ده حالته في الجمله دي تمام اكوزاتيف ولا داتيف ولا نوميناتيف. تمام كده اوكي. طيب احنا لما قرينا وقلت ايش لاده und seine Familie heute zum Essen ein، انا بتكلم على مين؟ بتكلم على هيرن أنتون والفاميليا بتاعته. طب هيرن أنتون لما يبقى في حالة أكوزاتيف تمام الضمير هنا هيبقى ايه؟ البرنومن. طب وانا شعرفني انه أكوزاتيف يا فراو، عشان انا مذاكر كويس او ان فيرب اين لادن بياخد أكوزاتيف. فكانت الإجابة انا سمع حد بيقول لي إين. إيش لاد إين und seine Familie. نمرة 2 der Polizist فراكتو بيقول وو از داين فيورشاين، فين الفورشاين بتاعتك؟ الاوتو فارر قال له انشوليونج ايش هاب الفورشاين زو هاوز فيرجسن. هاب فيرجسن هو فورجيت نسيها الفورشاين زو هاوز. فورشاين لازم ابقى مذاكر الارتكل بتاعها كويس قوي، وانا عارف هنا ان موقعها هيبقى اكوزاتيف، هتبقى الاجابه بتاعتها ايه؟ ايوه زير جود ان، لان الفورشاين ارتكلها ديت يبقى انا هتكلم كانها ضمير اير في الاكوزاتيف، فريندر تتحول وتبقى اين. نمبر 3 بيقول لي جوتن تاج هير ستيفن ايش هاب لانج نيشت جيتوفن. يعني انا بكلم هير ستيفن اهو قدامي وبقول له ايش هاب لانج نيشت جيتوفن. فاروم دن؟ قالت لي تاج فراو كلاو يا ماين التن ليبن يتس ان دير شفايتس ايش هاب زي دورت بيزوخت. أعتقد إن الجملة دي سهلة جدا، لأن أنا بكلمه هير شتيفن قدامي، فبكلمه بزي ريسبكتيرا في الاحترام، فبقول له إيش هاب زي ما شفتش حضرتك بقالي كتير. أعتقد إن هاوس أوف جاب ما كانش صعب، والرجل المرة اللي فاتت تمام اشتغلناها مع هير ياسر كانت سهلة وبسيطة وجميلة قوي، بس إحنا نركز كويس قوي وإحنا بنقرأ الزيتس الجمل بتاعتنا أو الفراير ونختار الإجابة الصح. تعالوا نشوف إحنا هنشتغل إيه النهاردة. النهارده هنشتغل شريط جديده، خطوه جديده في الكيتسيون في غيتسين، وهي شريط سي. طيب المفروض شريط سي دي النهارده لما اشتغلها ونذاكرها مع بعضينا ان شاء الله في اخر الحصه ابقى حاسس ان انا عرفت ايه او اتعلمت ايه. المفروض ان احنا ام اند تمام درشتولنا في نهايه الحصه يبقى الشولير كونن دي كوندا انجيبن. ابقى عارف اقول الكوندا يعني ايه كوندا؟ كوندا اللي هي الاسباب، اوضح السبب، يعني في اكشن او اكتيفيتي معين انا ايش كان نيشت ماخن انا مش هقدر اعمله تمام، او هقدر اعمله فاغوم ليه. لازم تمام نتعلم النهارده ان شاء الله بامر الله ازاي اتعلم اقول الكوند السبب. زي البايشبيل اللي قدامنا ده بيقول لي ايش كان لايتا نيشت كومن تمام كوما دن ايش هاب اين بريفونج. هو كان نيشت كومن دن ich habe eine Brief وعندي امتحان und muss lernen. هو كده وضح لي الكوند السبب ليه هو كان نيشت كومن.
وده اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في حصتنا النهارده هنتعلم تمام ازاي نعمله بشكل بسيط وسهل جدا. وقدامنا تمام عن اس ام اس او ايميل صغنن كده، وده تمام هنشتغل عليه كتير النهارده في الشروط بتاعتنا. وبيقول لي جوه الاس ام اس ich habe leider keine Zeit. Ich muss bis 23 Uhr arbeiten. Schade, Gruß Michael. واضح ان ده كان برضو رد على فراغ معين، سؤال معين لحد جوه الشريطة بتاعتنا النهاردة هنشوفه وهنعرف هو رد عليه ووضح له السبب ازاي. تعالوا ندخل كده تمام ونشوف احنا هنشتغل ايه. أرست فراغة وهم organisieren كورينا وبيترا ein Fest. انا هنا سألها تمام فراغ بغم، بغم يعني ايه يا فراغ؟ بغم يعني why، لماذا organisieren كورينا وبيترا ein Fest؟ انا سمع حد بيرد عليا بيقول لي ايوه يا فراغ عشان كارين. ايوه عشان دي تمام. لما اجي اقولها اوف دويتش اعمل ايه؟ عشان دي لما اجي اقولها اوف دويتش المفروض ان انا هستخدم اداه جديده النهارده، او يمكن مش جديده كنا بنشوفها بس مش عارفين ان هي كونكتور، أداة ربط المفروض إن هي تربط ما بين اتسبيشن اتسباي زيتسن. تعالوا كده نبص، عايزة أقول السبب. زي أورجانيزيغن اللي هما كورينا وبترا، أيم فيست تمام ده الأكتيفيتي الأكشن اللي هما عاملينه، كوما دن هيقولوا لي الكوغوند. كارين هات das deutsche Zertifikat bekommen. ده الكوند السبب اللي خلاهم organisieren ein Fest. طيب واحنا طبعا شايفين ان then تمام دي كونكتور جت بعد الزبط الاولاني وسبقها كوما. طيب اوكي تعالوا نشوف السؤال الثاني. Warum ist das Fest um 20 Uhr؟ يا ترى ليه الفيست كان um 20 Uhr؟ اشمعنى ليه مش تمام 98 اور، مش 1 اور، مش تمام 7 اور؟ الميعاد ده بالذات كان فاغوم ليه؟ حد واخد باله من التكست هما قالوا؟ ايوه قالوا. قالوا داس فيست ايست اوم 20 اور كوما دين كارن هات اينن ترمين بايم تير ارتست. لان كارن هات اينن ترمين، خدنا كلمه ترمين كتيره جدا قبل كده تمام اكوزاتيف بعد هات بايم تير ارتست، لان هي عندها ميعاد عند دكتور برضو تمام. ده الاكتيفيتي او الاكشن الاولاني اللي حصل، بقول الجروند السبب اللي حصل، قلت عشان كارين هات اينن ترمين. طيب دريت فراجه فروم جيت كارين تسوم تير ارتست، يا ترى ايه اللي ودى كارين للتير ارتست؟ كان لازم يعني تروح للتير ارتست يوم الفيست ده ضروري يعني قوي كده، ولا كان في حاجه ملحه مخليها تروح للتير ارتست؟ هي قالت في التكست او هم قالوا في التكست. قالوا ايه بقى؟ تعالوا نبص كده. قالوا زي جيت سوم تير ارتست، هي راحت للتير ارتست كوما دين اير هوند است كرانك، لان الكلب بتاعها بتاع كارين بيكون تمام كرانك، فكان لازم تروح للتير ارتست. تمام الجمله الاولانيه زي اللي هي كارين جيتت سوم تير ارتست كوما دين اير هوند است كرانك. طيب اوكي ايه ده يا فراو؟ ده السبوت جراماتيك موجود عندنا في كتاب المدرسه، اللي بيحاول بشكل بسيط قوي لو فتحنا الكتاب في اي وقت تمام نبقى فاهمين الريجل بتاعتنا بشكل مبسط. هنا بيقول لي تمام alle wissen von Timos Zertifikat، alle كلهم كل اللي موجودين في البيت عرفوا موضوع تيموس السيرتيفيكات. Er hat es in der Küche vergessen. Er hat es لأن هو نسي اس للسيرتيفيكات in der Küche. وهو هنا تمام عايز يعمل ربط ما بين الجملتين، فقال لي تمام عشان اربط ما بين الجملتين انا محتاج اداه كونكتور، اداه ربط توضح لي الجروند تمام السبب هم عرفوا منين تمام بموضوع السيرتيفيكات بتاع تيمو. فقلت له alle wissen von Timo Zertifikat denn هنا الجروند er hat es in der Küche vergessen. طيب لما بصيتوا كده يا ولاد للجملتين الاولانيين دول لقيتوا ايه؟ لقيت الجمله الاولانيه دي alle wissen von Timos Zertifikat دي نوعها ايه؟ يعني ايه يا فراو نوعها ايه؟ يعني دي تمام هاوبتساتس برضو يا فراو. يعني ايه هاوبتساتس؟ معلش
يعني الـ verb come to numeratify، الـ conjugate verb come to numeratify، وطالما الـ conjugate verb come to numeratify يبقى دي اسمها بالألماني Hauptsatz. الـ verb في مكان رقم 2، conjugate متصرف على حسب النوميناتيف الموجود في الجملة، وبعدين بنكمل بقية الجملة عادي. طيب وبالنسبة للجملة التانية دي برضو كانت إيه؟ Er hat es in der Küche vergessen. الزبط دي كان نوعها إيه؟ تاني يا فراو؟ أيوة، ما خلاص إحنا اتعلمنا، يا ترى كان نوعها إيه؟ الفيرب في مكانه نمرة صغاي، وطالما الفيرب في مكانه الكنيوجيرت فيرب في مكانه نمرة صغاي، خلاص يبقى دي برضو هتبقى هاو بتزات. أوكي، يبقى ده معناه إن دين كومت بتيجي زويشن ما بين اتنين هاو بتزات أهو، تمام، وبيسبقها كوما وبتدخل في بداية الجملة إيه؟ التانية. هو فعلا دين ماخت داس. طيب يعني أنا لو سألتكم تمام في نهاية الفراغ بتاعتنا دي، فاس ماخت دين، يا ترى فاس ماخت الكونكتور أداة الربط دين بتعمل إيه؟ إيه التمام الهاوس أوف جاب بتاعتها لما بتخش تمام متسبيشن تواي ما بين جملتين؟ دين فربندت بتربط تسباي هاو بتزيتسا، تمام، هاو بتزاتس وهاو بتزاتس، und sie durch ein Koma getränk، والجملتين دول بيبقوا getränk durch ein Koma. أعتقد إن دين من الأدوات الربط السهلة وبسيطة جدا وما هي صعبة خالص. تعالوا نكمل كده ونشوف بقية درسنا النهاردة. بس ده احنا كده رحنا لكتاب المدرسة بتاعنا الكورس بوخ او زايت 52 صفحة 52. بيدي تمام في تي اينس وبيقول لي تيمو هات اين دويتش سيرتيفيكات بكومن und das muss man فاير اوردنن زي تسو، تمام. تيمو حصل على الدويتش سيرتيفيكات والواحد لازم يحتفل بيه، يا ريت اوردنن زي تسو. قدامي تمام بي تي دي زيتسا، وعندي زيتسا تانية تمام الناحية التانية في الجانب الآخر، تمام، برضو دراي زيتسا. المفروض إن أنا هرتب أو هربط في ربندت كل جملة بالجروند أو الزاتس اللي هيناسبها. طيب ممكن أديكوا عين منوت كده تفكروا وتقروا الجمل وبعدين نجاوبها مع بعض. ياريت نركز كويس قوي عشان كل زاتس هيبقى ليه ظرف تاني بيوضح الجروند، السبب ليه الاكتيفيتي في الجملة الأولانية دي بصيرت حصلت. بيقول لي كورينا اورجانيزيرت اين فيست فور تيمو، كورينا اورجانيزيرت بتنظم فيست اين بارتي فور تيمو، يا ترى عشان ايه؟ دين ارهات ان دير كوشه فرجسن، ولا زو اين جوتس سيرتيفيكات موس مان فايرن، ولا دين داس فيست زول اين ايبراشن زاين. انا اعتقد ان الاجابه ايوه زير جود. دين زو اين جوتس سيرتيفيكات موس مان فاير. طيب نمر تي معايا هير ياسر؟ مع حضرتك يا فرافو، ده ممكن حضرتك تجاوب لي نمر تي معانا؟ أنتون أرسلت تيمو نيس فون دم فست. أنتون مش بيحكي لتيمو عن الحفلة. أعتقد هكون دين داس فست زول هين إيبراشونج زين. إيبراشونج يعني مفاجأة، فأعتقد هو بيعمل كده عشان يخليها مفاجأة لي. اللي هو دين داس فست زول هين إيبراشونج زين. سير جوت يا هرياس. دانك. بيتر. نمرة سي. Alle wissen von Timos Zertifikat. Alle كلهم wissen عرفوا von Timos Zertifikat بموضوع الزرتيفيكات. طبعا هو فاضل إجابة واحدة بس هي فعلا تمام بتوضح الجروند. Den er hat es in der Küche vergessen. والسبوت بتاع الجراماتيك تاني اللي احنا شرحناه من شوية بيأكد لنا وجهة نظرنا اللي احنا اتفقنا عليها وتعلمناها، ان den kommt zwischen zwei Hauptsätzen، تمام، وبيسبقها كوما، تمام، وبتبقى في بداية الجملة التانية. تعالوا نكمل. ده نمرة 9 في الأربايتسبوخ وبيقول لي فاس باست ارجنسن زي دي زيتسا. لو سمحت كمل لي الزيتسا. طيب ازاي يا فراو هنكملها؟ انا قدامي فير بيلدر ا بي سي دي، وكل بيلد
فيها اكشن قايم بيه البيرسون اللي موجود في البيلد، والاكشن اللي هو هيعمله او الاكتيفيتي هيبقى ليه تمام جروند سبب. فالمفروض ان في فوق فير زيتس تانيين او فير هاوب زيتس تانيين، هختار منهم الريشتج انت فورت الاجابه الصح واحطها تمام على حسب كل اجابه او بي او سي او دي اللي انا شايفها مناسب. برضو هسيبكم يعني اين منوت تمام نقرا كده الفراجن والزيتس الهاوب زيتس اللي فوق عشان احاول اختار تمام الاجابه الريشتج الصح واحطها في مكانها. على مهلنا ونركز. اعتقد ان الجمل سهله يا ولاد وممكن نبتدي. نمر A بيقول لي هرنام كان داس اوتو نيشت كاوفن، هو واقف قدام الاوتو وعمال يبص عليها وبيفكر كده وحاطط ايديه وراه ومحتار، فهو كان نيشت كان داس اوتو نيشت كاوفن، مش هيقدر يشتري الاوتو دين اير، يا ترى ليه؟ تفتكروا ليه يا ولاد؟ اعتقد الاجابة يعني كلنا اللي من دول نقدر نقولها، واحد لو نفسه في عربية وكان نيشت كاوفن مش هقدر اشتريها يبقى فاروم لماذا؟ تاني ارهاب نيشت جنوب جلد عشان معهوش فلوس كفاية. كي طيب نمر بي معاه ياسر. مع حضرتك يا فو هدى، اشتفي داف نيشت اندي ديسكو جهن، اشتفي مش مسموح ان هو يروح للديسكو دان اكيد موس نوخ هاوس اف جابن ماخن، لان لسه عنده واجبات مفروض يعملها. ريشتش دانك نمرة سي تمام فراونم بوتستي بونونج، مشغولة الست تمام وعمالة بوتستي بونونج تنظف الشقة وحال الطوارئ والمكنسة على الأرض والمقشة والدنيا مقلوبة، يعني ليه القلبة دي كلها؟ أنا أعتقد دين أكيد جايلها ضيوف، دين هايت أبند كونت بزوخ، تبقى حال الطوارئ وبوتستي بونونج زير شنال ننظف الشقة بسرعة. طيب ونمر دي يا هير ياسر. ليو داف نيشت فرنزين، ليو مش مسموح له يتفرج على التلفزيون، دين اسيست شون زوش بيت، لأن الوقت متأخر وهو مفروض طفل بينام بدري. Very good. Thank you. Thank you شوني هاري ياسر. بتاعي. زي ما احنا شايفين تمام الجمل يا ولاد سهلة وبسيطة، والسؤال ده تقريبا بيجي كتير جدا في الامتحانات ومحتاج شوية تركيز بس وان انا افهم الجمل كويس قوي عشان اعرف يعني اختار الريشتج انت فورت الاجابة الصح. كان في تسيد غاي برضو تمام في الكورس بوخ اخر حاجة كان بيكلمنا وبيقول لي شرايبن زي اوخ اين اس ام اس اودر اين ايميل وغم كنن زي نشت كومن، انت كمان حضرتك او حضرتي اكتب اس ام اس او ايميل ارد فيه انا كمان على يوخن واقول له تمام فاروم كان ايش نشت كومن، ليه انا مش هقدر اجي اوضح له السبب. فانا هنا عملت ايميل وقلت تمام لي بر مارك بي جاتس دانك فور دايني اين لادون، شكرا على الانعدام بتاعتك على سكوتت سون جبورتستاغ، وهنأته طبعا على الجبورتستاغ بما ان هو كان عازمني على الجبورتستاغ. ابر تمام ابر، واخدين بالكم يا ولادي ابتدت تظهر معانا اجات ربط تانية زي دين كده، بس زي ما انتوا واخدين بالكم كده بتبقى بعديها جملة اعتراضية، انا هعترض على حاجة، يعني الحاجة الاولانية دي اوكي بس ابر ولكن هعترض بقى ايش كان لايدر نيشت كومن، انا للأسف مش هقدر اجي. طب الجروند دين ايش هاب مورجن اينن بزوخ، عندنا ضيوف ماين اونكل بزوخت اونس مورجن، اونكل هيزورنا مورجن في لكوكوس هدى. بنفس الطريقه دي تمام المفروض ان انتوا بتتعلموا ازاي اعمل انت وورد ارد على حد وممكن اعتذر له تمام او اكسبت اقبل الدعوه اللي هو بعتها لي. تعالوا بقى نروح لحاجه تانية. سيفيا في الكورس بوك بتاعنا حاول ان هو يخلينا احنا اللي نعمل زيتس واحنا تمام نعمل اتصباعي هابط زيتسا واحنا اللي نربط ما بينهم ونوضح الجروند السبب. ازاي يا فراو؟ بيقول لي ام كورس، لو احنا في الكورس زاجن زي ايرا ماينونج، قول لي الماينونج بتاعتك رايك
في هنا في البوكس الاولاني لو انت هتقولي رايك عن الشبورت، عن الفيرن زيهن، عن الفوس بالش بيلن، عن الليزن، عن الاشبراخ ليرنن، عن الرايزن، الماينو بتاعك، عن اي حاجه من دول، لو قلت جمله تقولي فيها رايك. انا عشان اقول رايي سواء بوزيتيف او نيجاتيف المفروض ان انا هقول رايي دوت ليه، زي ما بقول كده هوضح او ابرر رايي ده ليه. عشان توضحه فانت محتاج تمام الادجكتيف اللي موجوده في البوكس التاني اللي معانا، في فيشتش وان فيشتش، انتريسانت، لانج فايلك، تول، زوبر، وندربار، شون، فيت بلايبن، شباس ماخن، علشان تقول لي تعمل لي زاتس، هابت زاتس من هنا وهابت زاتس من هنا وتحط ما بينهم دين. طب تعالوا نشوف البايشفيل اللي هنعمل شبهه. ايش شبيل نيشت جرانو فوسبال؟ مش بيحب يلعب كرة القدم. فاغوم بن اشبيل نيشت سو في لافن، انا مش بحب اجري كتير، ده الكوند. اوكي، جملة تانية قال لي ايش مخا جيرن شبورت، بيحب يمارس رياضة. فاغوم بن اشبيل فيت بلايبن، هو بيحب يبقى جسمه تمام فات كده ورشيق وما هواش ديك وصحته كويسة. بنفس الطريقة هنحاول نعمل فرشين زيتس جمل مختلفة تمام شبه البايشبيل اللي قدامنا دوت. هحاول انا وهير ياسر نعمل نساعدكم برضو ونعمل جمل. ياسر معايا؟ مع حضرتك يا برافو. ده ممكن تساعدنا وتعمل لنا اينن زاتس؟ ممكن طبعا. ich lerne gern Sprachen denn Sprachen lernen ist sehr wichtig. Sehr gut. تمام، ich lerne gerne Sprachen, denn ich finde die Sprachen sehr wichtig. وانا كمان قلت ich lese gern، انا فعلا lese gern، denn lesen ist interessant. طيب، فكرتوا في جمل تانية معانا اكيد شبه اللي انا عملتها هنا وهي ياسر. انا برضو فكرت في جملة تانية ممكن اقول ازاي نيشت gern für، خصوصا اللي من دول تمام في رمضان الواحد كده مشغول، ازاي نيشت جيرن فيرن دين در فيرن زيهر ايست لانج فايلش. يمكن في ناس تبقى شايفاه مش لانج فايلش، بس بالنسبة لي انا ازاي نيشت فيرن لانه شايفاه انه لانج فايلش. في ممكن تساعدنا بجملة تانية هير ياسر؟ ممكن طبعا. ich reise gern denn das macht mir spaß. sehr gut. ايش رايزه جيرن دين داس ماخت مير شباس. زي ما انتم شايفين كده الجمل سهله وبسيطه، ودين اتدربنا عليها كتير قوي النهارده، والرجل بتاعتها في منتهى السهوله وما هي صعبه خالص. احنا تمام يمكن ركزنا كتير على دين علشان هي الاساس بتاعتنا في الشرطه بتاعتنا النهارده، وان بيجي وراها تمام جمله جروندليش سببيه، لكن انا عندي ادوات الربط اللي عدت عليا المفروض تمام لحد دلوقتي وشفناها كتير قوي، دان وآبر منها النهاردة برضو جملة اعتراضية، أودر زي أور بالإنجليش، أوند يعني أند. دي روابط المفروض كونكتور أو تايتش بتيجي متفشن زباي هابت ديتسن ما بين جملتين، موقعها تقريبا نول زيرو كأنها مش موجودة. أنا محتاجها بس عشان البدويتونج عشان توضح لي المعنى بتاع الجملة، لكن ما بتأثرش في تركيبة الجرامر خالص ما بين الجملتين. يعني عادة لديت مش السونج بورتستاج عين إيش جه نشيت سونج بورتستاج، أنا عايز أربط، فقلت عاد الليدت مشيت سونج بورتستاج عين، هو عزمني، آبر ولكن أنا يعني في أكشن هيعترض العزومة اللي هو عزمهاني أو الحدث ده، إيش جه نشت، أنا مش رايح، تمام؟ غير لما أقول أنا رايح وليه أو مش رايح وليه، آبر جملة اعتراضية بعترض بيها على الأكشن اللي حاصل. خلي بالنا ان اوند اودر تمام ممكن يجي بعديهم كلمه واحده بس، يعني اقول والله ترينكس دو تي اودر كافيه، تشرب شاي ولا قهوه. ich lerne deutsch und english، ich lerne deutsch und english، انا هذاكر الماني وانجلش. تمام كده يا اولاد، فنخلي بالنا تمام الكونكتورين دي معانيها سهله وبسيطه قوي، والجمل بتاعتها في الامتحانات فعلا بتبقى درجتها مضمونه، ويا ريت ما نضيعهاش. وتعالوا نشوف كده تمام ايبنج موجود عندنا في الاربايتس بوخ، وبعد كده نشوف اسئلة امتحانات السنين اللي فاتت كان شكلها عامل ازاي. هنا تمام بيقولي فبن زي ديزتس ميت اوند اودر ابر دن، احنا قدامنا الفير اوز بيلن الاربع اختيارات، انا ممكن اربط باوند اودر ابر دن.
ومديني نمر A كبايشبيل وبيحاول يحلها معايا، وقال لي أنتون أنتيمو جراتوليرن كورينا زي هات هويت جبورتستاك. أنتون أنتيمو جراتوليرن كورينا، تمام هو كتبها قدامنا يا أولاد، أنتون أنتيمو جراتوليرن كورينا كوما في كوما هي دن. طبعا بعد دن هقول زي هات هويت جبورتستاك، وتعلمناها سهلة وبسيطة جدا النهاردة. طيب الجملة اللي بعديها بيقول أم أبن مخن زي أين جروسس فيست كورينا ليت بارتي. يا ترى لو أنا تمام عايز فربيندة أربط ما بين الجملتين دول هربط بإيه؟ أنا قلت أم أبن مخن زي أين جروسس فيست دين كورينا ليت بارتيس، تمام بالليل هتعمل جروسس فيست لأنها دين كورينا ليبت بارتس بتحب البارتس. طيب نمر بيه هير ياسر مع حضرتك كومس دو تسم فست، فهقول له طبعا ايش كام جيرن عبر ايش كان ارس زي شبيت كومن، يعني انا جاي بس متأخر. سير جود. بعديها برضه هير ياسر هكملها معايا، ايش مخ اينن زلات ايش مخ اينن زلات und Ich bringe auch einen Kuchen mit. وهنا أكيد شايفين في إضافة إن أنا بحضر السلطة وكمان هجيب معايا الكيك أو الجاتو، فطالما في إضافة أو الأوند. Sehr gut, Herr Rieser. Dankeschön. Bitte. Nummer C بيقول لي Ich lerne Italienisch. Ich finde die Sprache sehr schön. أنا هتعلم إيطاليينش لان انا شايف ان الاشبراخة دي زير شون. انا غصب عني في الترجمة تمام ببقى اوريدي حطيت الكونكتور اداة الربط يا اولاد، لان انا قلت دن ايش فند دي شبراخن زير شون، يبقى ايش لرن ايطاليانش دن ايش فند دي شبراخن زير شون. طيب النمر دي بيقولي بس ماخن فير هويت ابن، هنعمل ايه هويت ابن؟ جيهن فير تانسن ولا بلايبن فيرو تسو هاوز؟ واضح قوي ان انا من قبل ما اكمل الكلام كده ان اداه الربط واضح ان انا بختار ما بين حاجتين، ها تانسن ولا بلايبن تسو هاوز. ولما يبقى في اختيار ما بين حاجتين تمام بحط اودر. بس ماخن فير هويت ابن جيهن فير تانسن، يا ترى نروح تانسن اودر ولا تمام بلايبن فير تسو هاوز. الايبن كان سهل وبسيط، ويمكن كل التدريبات بتاعت الارباب سبوخ مفيده جدا ولازم نركز فيها كويس قوي. بس الأهم بقى تعالوا نشوف جمل امتحانات السنين اللي فاتت، أو مش السنين اللي فاتت دي، جمل امتحانات السنة اللي فاتت دي، جمل امتحانات تمام امتحان العلمي والأدبي وامتحان السوداني، يعني دي جمل الناس اشتكت من الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت وقالوا صعبة. تعالوا نشوف فين الصعوبة أساسا، بصوا تمام الأسئلة هتبقى عاملة إزاي. سؤال استحسبكم كده تمام تقرؤوها أين منوتة وبعدين نتناقش فيها أنا وهير ياسر معاكم ونحلها سوا. يلا جربوا كده تقروا الجمل بالراحة على مهلكم. نركز قوي واحنا بنقرأ يا أولاد ونشوف الكلام مين بيقول ايه، وخلي بالي كويس قوي عشان ما غلطش. تعالوا نجرب كده مع بعض. نمر 1 Welches Handy möchtest du؟ هندي. Welches Handy möchtest du? أهو هنا بيسألني. قلت له ich möchte iPhone. كلنا عايزين الآيفون. أوكي. ليه؟ Es ist mir zu teuer. هو قال لي أنا عايز آيفون بس الآيفون mir zu teuer. كده يا ولاد هو بيوضح إيه؟ بيقول إيه؟ ها هيقول له إيه؟ أبر ولا يقول له دان ولا يقول له دن؟ ولا يقول له اوند؟ وانا لما ببقى عايزه الايفون بس الايفون سوتوير، انتوا عارفين سوتوير يعني ايه؟ فيري اكسبنسيف، غالي جدا. يبقى انا عايزاه ولكن مش هينفع، جمله اعتراضيه بعترض مش هينفع اجيبه لانه بالنسبه لي ميرت سوتوير غالي جدا. نمرة سفاي معناها رياسر مع حضرتك يا فهودة. Linda macht ein Grillfest. Wollen wir zusammen gehen? Fa'allu sicher.
وبعدين عايزني اختار ربطه بيكمل بيقول ich komme nicht allein mein Bruder kommt mit. طبعا اكيد هنا هقول aber لان هو قال له sicher بالتاكيد انا جاي، لكن في حاجه اعتراضيه بتتقال بعديها ان هو مش جاي لوحده، هو اخوه هيجي معاه، فاقول sicher aber ich komme nicht allein mein Bruder kommt mit. Sehr gut. Nummer 3 يقول لي was wollen wir heute Abend machen؟ ده سؤال بسيط وسهل قوي، ها تحبوا نعمل ايه heute Abend؟ قلت له ich glaube I think wir bleiben zu Hause sehen für. يعني ده احنا هنعمل حاجة وهنضيف لها حاجة تانية هنعملها زي ما حليناها من شوية مع هير ياسر. ايوه هتبقى الإجابة und هنقعد في البيت ونتفرج على التلفزيون. تمام، اعتقد الجملة سهلة وبسيطة. تمام، واشوف نمر 4 مع هير ياسر. هير فيشر كان نيت سو ارباييت فارن، وطبعا هنا مش قادر يروح الشغل، زين اوتو از كابوت، واحنا اخدنا بالهي كابوت يعني عطلانة، فده اكيد سبب ان هو مش قادر يروح للعربية بالعربية بتاعته للشغل بتاعه، عشان كده اختار دن لان هنا سبب. دير جود. سنة في ان زيادة يا ولاد، نشول دي معذرة. تمام، مع الكمبيوتر بس هي دبل ان فقط. نمر 5 ich lerne Spanisch. تمام، كوما ich finde die Sprachen sehr schön. حلو قوي، انا هتعلم Spanisch، انا شايف السبراخ دي sehr schön. واضح قوي ان هو تمام اللي بيقول الكون ده السبب اللي خلاه يتعلم تمام اللغة دي او عايز يتعلمها. يمكن بعد ما خلصنا كل شغلنا النهاردة في الحلقة بتاعتنا دي وذاكرنا كونكتورا يمكن الاساسي ده وجنبيها اوبر وتعلمنا يعني او اوند او اودر وازاي هما بيربطوا صباي هابط زيت تمام جملتين وبييجوا في اول الجمله الثانيه تمام وبيبقى سابقهم كوما. وبعد كده لما شفنا جمل امتحانات السنين اللي فاتت اهي قدامنا، دي امتحانات السنين اللي فاتت يعني سوري السنه اللي فاتت مش السنين اللي فاتت، السنين اللي فاتت في اسئله كتيره كمان اسهل من دي، دي امتحانات السنه اللي فاتت العلمي والادبي وامتحان السودان، لقينا شكل الاسئله في الجزئيه دي سهل وبسيط وغالبا في مفيش امتحان بيخلو منها، بس احنا بس نركز كويس قوي واحنا بنحل تمام ونخلي بالنا من الجمل بتاعتنا ان شاء الله. تمام، ربنا يوفقنا ونقفل امتحانات الالماني كلنا بامر الله السنه دي ان شاء الله. وصلنا لاخر خطوه في حلقتنا النهارده وهي دي هاوس اوف جابن. الهاوس اوف جابن بتاعتنا تمام في الكورس بوك بتاعنا ده نمبر دراي سبونسر في البيدر هولم في الاخر خالص، كان جايب تدريب بسيط وسهل اهو قدامنا تمام برضو على الفير كونكتور اللي احنا اشتغلنا عليهم النهارده اوند اودر ابر دين. ان شاء الله تقروهم تمام بالراحه على مهلكم وتحلوهم وان شاء الله نصححهم مع بعض نيكست بوخه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ويا رب تكونوا استفدتوا معانا ويا رب الحصه تكون كانت سهله وبسيطه وفهمتوا كل الحاجات اللي احنا كنا عايزين نشرحها النهارده ووصلتوا لهدفنا وهو ان انتوا تعرفوا تعبروا صح عن جمل تمام بسيطه وسهله سببيه او اعتراضيه او اضافه وتعلمتوا ادوات الربط معانا النهارده. اقول لكم او فيدرزين تمام بسيتسو نيكست مال. كان معاكم النهارده فراو هدى الخولي وهير ياسر عبد الرحمن والحلقه ريفيديرت باي فراو ايناس واشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. السلام عليكم.